اعمل ايه بس يا رب، اعمل ايه يا رب، اللي ما خليتش في ايدي طريقة ولا وسيلة عشان اشوف ولادي، الا كلهم بقوا بالفشل. اعمل ايه بس يا رب. مالك يا حبيبي؟ قاعد وحاطط ايدك على خدك كده ليه وبتكلم نفسك؟ كل محاولاتي بقت بالفشل يا ماما، مش عارف اشوف الولا والبنت. وحشوني يا ماما قوي، وحشوني امهم الظالمة المفترية اللي لا شافت بربع جنيه تربية حتى عايزة توريهم لي. مش عايزة ادخل ولادي المحاكم ولا بهدلهم يا ماما. اعمل ايه بس، انا هين عليا اقوم اموت نفسي دلوقتي وارتاح. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ليه يا ابني كده بس؟ ليه يا ابني؟ وأهون عليك، أهون عليك، ترمي نفسك كده وتموت وتسيبني؟ طب أنا عايش لمين يا حبيبي؟ ده أنت اللي مونسني. أنا يا ابني هروح بنفسي عند بيت حماتك ديت وأشوف مراتك وأشوف دماغها فيها إيه. ربنا يخليك لي يا حاج، ان شاء الله تصورهم لي على الموبايل، انا عايز اشوفهم، وحشوني اوي اوي يا ماما. يا حبيبي يا ابني، ربنا ينتقم من الظالم والمفتري، ربنا ينتقم منها ويوجع قلبها زي ما هي قهرتك كده. تعالي شوفي مين يا رشا اللي بيخبط على الباب. مش فاضية مش فاضية، بلعب لعبة كده ما ينفعش اسيبها. جابت المية في زورك، جوزك ارتاح منك والله. اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا ام عمر، تعالي اتفضلي. يزيد فضلك يا حبيبتي، اتفضلي اقعدي. انا جايه لك يا ام رشا وسايقه عليكي النبي، ما تكسري بخاطري. طب يا حبيبتي قولي، انت عارفه ان ابني طلق بنتك وكل واحد راح لحاله، واحنا اديناكوا كل حاجه وكل مستحقاتها خدتها. ايوه حصل، احنا عاوزين نشوف العيال، ما ينفعش كده بنتك تمنعهم عن ابني، ما يصحش. ما هو انتوا مش عايزين تدفعوا، انا هنعمل ايه؟ النفقه بتاعت المحكمه طلعت 2000 جنيه، 1000 جنيه كل عيل، وده ما بيكفيش. هنعمل ايه في مصاريف الغاليه اللي احنا فيها دي؟ احنا قلنا يزود المصاريف كمان. إذا كانت المحكمة هي اللي حكمت عليه بكده وعرفت إن قدرته كده في الدفع، يعمل إيه؟ ما فيش أكتر من كده، نقدر ندفع أكتر من كده؟ ده أنتوا خدتوا المرتب بتاع الولا كله. لا 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 لا، كل ده كلام فارغ. آه مصاريف العيال كتيرة وغالية، إحنا مش قادرين عليهم أصلا. وبعدين ما إحنا قلنا لكم تعالوا رجعوا البيت للولا، ولها شروط وحاجات أنتوا اللي مش عايزين تعملوه. هندهالي رشا اتكلم معاه. وماله يا أختي هندهالي؟ بنتي يا رشا، يا رشا إيه تاني؟ عايزة مني إيه؟ خدي يا بنت، أم طليقك هنا وعاوزة تقابلك، تعالي. حاضر حاضر، أهلا، إزيك يا طنط؟ الحمد لله يا حبيبتي. نعم، عاوزاني في إيه؟ أنا قلت لابنك كل شروطي، يا يجيب لي شقة بره 100 متر أو 125 متر ويكتبها باسمي، يا إما مفيش رجوع. يا حبيبتي أنا مش جاية عشان أرجعك ولا حاجة، أنا جاية عايزة أخد العيال معايا أبوهم يشوفهم. حرام عليك، الولا هيموت من حسرته على ما بيشوفش العيال خالص. ونعمل له إيه؟ ما يزود المصاريف شوية وأنا أخليهم يجوا يشوفوه. يا حبيبتي المحكمة حكمت ب2000 جنيه وبديها لك كل شهر، ما بيتأخرش عليك. كل ده عشان يراضيك ويشوف العيال، وبرضه بتمنعي عنه العيال. 2000 جنيه دول ايه؟ ما بيكفوش، انا اعمل بهم ايه ولا ايه؟ ابوس ايدك، خليهم يجوا معايا ابوهم يشوفهم. حرام عليك، الولا هيضيع مني. وهو ليه ما حافظش عليا وسابني اضيع من ايده؟ يا حبيبتي انا بتكلم الوقت عشان صالح العيال، عايزاهم اخدهم معايا، خلي ابوهم يشوفهم. حرام عليك، انت ما انتش عارفه حاله عامل ازاي. انا ماليش دعوه، يبقى عامل زي ما هو عامل. اه انا بقول لك اهو، يزود المصروف يخليهم 4000 جنيه كل عيل 2000. اه ده غير النفقه بتاعتي، وده اخر كلام عندي. طب هعمل ايه يا اختي؟ ما البنت قدامك اهي، وحد بيطلع عليها؟ ده مصيبه، الولا هيجرى له حاجه من قهرته، ما بيشوفش العيال وهيموت ويشوفهم. والله انا خايفه اروح الاقيه مات، ولا جرى له حاجه، ولا عمل في نفسه حاجه. ابوس رجلك يا بنتي، ابوس ايدك، ابوس ايدك، خلوهم يجوا معايا اشوفهم، خلي ابوهم يشوفهم يا بنتي. حرام عليكي، والله العظيم قلبي بيتقطع علي لما بشوفه. ابوس ايدك، سيبوهم يجوا معايا وانا هرجعهم لك، والله والله العظيم نص ساعة بس. انا داخلة جوه يا ماما عشان عندي لعبة وما ينفعش اسيبها اكتر من كده. حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا قادر على كل شيء، ربنا قادر على كل شيء، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. جرايه يا اختي، انت تدعي على البت وانت قاعده في بيتنا ولا ايه؟ انا غلطانه ان انا جيت لكم، كنت فاكره ان في قلبكم رحمه وان انتوا هتبعتوا معايا العيال وهتكبروا لي حتى. ربنا ينتقم منكم.
من كل الله، من كل الله على القهرة اللي انا بشوفها في عينين ابني. بيقفل الباب وراك عشان مش قادر اقفله. شوف برضو مشت من غير ما تقفله. ايه اللي الذوق؟ ايه يا مام جبتهم معاكي؟ اعمل ايه بس في مراتك اللي قلبها قاسي دي؟ انا عارفه دقيت عليك الدنيا ما لقيتش غير المصيبه اللي انت جبتها لنا دي. برضو يا ماما مش عايزه تبعتهم معاكي حتى، وان شاء الله توقفهم في البلكونه وانا هقف تحت البلكونه بتاعتهم خليني اشوفهم. قولت يا ابني بكل الطرق، قلبها جامد قوي. اعمل ايه؟ حد يقول لي اعمل ايه؟ تعبت ونفسي اشوف عيالي، ومش عايزه ادخل عيالي محاكي ولا ليها حد كبير تكبر له، لا اب ولا ام ولا خال ولا عم. وتعبت كلام، حسبي الله ونعم الوكيل فيها.